كيف تتعامل السلطات الروسية منذ الحملة الأخيرة على أوكرانيا مع مسلمي القرم؟ هل هناك إجراءات جديدة في التعاطي مع المسلمين، مع المساجد، مع أئمة المساجد وغير ذلك؟ طبعا هناك عدة نقاط. النقطة الأولى ذكرتها أنهم يحاولون يجبروا الشباب المسلمين بغض عن إرادتهم يدخلوا في الجيش الروسي، هي نقطة أولى. النقطة الثانية، زادت الأعداد التفتيش في البيوت بالاتهام للتعاون مع أوكرانيا أو خيانة أو غير ذلك. زادت الأعداد الاعتقالات بين المسلمين القرم، هي النقطة. ونقطة أخرى طبعا، يعني بشكل عام جو مخيف، لأنهم مسلمون القرم يعني عندهم خوف أن روسيا كل الهزيمة إذا انهزمت فستنتقم وستنتقم بعقلية إسلامية. هذه يعني من مخاوف الحالية الآن. هل لدى المسلمين في شبه جزيرة القرم أي خيارات للتعامل مع هذه الأزمة التي يعيشونها تحت الاحتلال الروسي؟ هل هناك أي نوع من أنواع المقاومة في مواجهة الروس أم لا يستطيعون ذلك؟ هناك موجودة نعم مقاومة، لأن هناك آلاف من المسلمين القرم خرجوا من قرم بطرق مختلفة وانضموا للجيش الأوكراني بالنية أنه يعني ينتصروا على جيش روسي في أراضي أوكرانية، ثم يستمروا إلى أن يتم تحرير القرم، يعني تحرير وطنهم من احتلال الروس. نقطة أولى. هناك مجموعات من يعني يحاولون سريا يعني يخربوا على جيش روسي من الداخل قرم محتلة، أو يقوموا بعمليات مختلفة. يعني طبعا ليس أعداد كبيرة، لأنه مسلمين أصلا أقلية في شبه جزيرة القرم بسبب التهجير الماضي الذي ذكرته. لكن لماذا سيد عريفوف لا يوجد في وسائل الإعلام أي حديث عن شبه جزيرة القرم، ولا تخرج أي معلومات بأي شكل من الأشكال عن تفاصيل ما يجري في شبه الجزيرة؟ عفوا، يعني أي إعلام تتكلمون بأي لغة؟ يعني في إعلام روسي طبعا. نعم، يعني كيف السلطات السورية، السلطات الروسية تتعامل مع المعلومات الخاصة بما يجري في القرم؟ هل هناك تفاصيل عما يجري حتى تنقل إليكم في باقي الأراضي الأوكرانية، أو تنقل بشكل أو بآخر إلى روسيا؟ كيف توصف هذه العملية وكيف تتم؟ وطبعا اللي تتم عن طريق معارف، وطبعا لنا أقارب، ويعني نحن يعني أنا أصلي من القرم وخرجت بعد الاحتلال سنة 2015، وعندنا أقارب وعندنا يعني معارف كثيرة ويتم التواصل. طبعا هناك يعني بعض الناس علنا لا يستطيعون يتكلم، ولكن يوصلون معلومات. والآن في زمن يعني إنترنت وزمن مواقع التواصل الاجتماعي صعب أن تختفي معلومات، فعندنا معلومات كاملة وواضحة جدا بما يجري في القرم.